الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونستغفره ولا نكفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم ودنو من الساعة وقرب من الأجل وصلوا وسلموا على من زاده الله شرفا وتعظيما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين ورضي الله على جميع الصحابة والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين يا رب العالمين. أما بعد عباد الله، نقرأ في القرآن الكريم آيتين، وإن كان الحديث اليوم سنركز على واحدة من الآيتين، تجعل كل إنسان يسأل نفسه هذا السؤال. الآيتين يقوله تبارك وتعالى وهو خبر يقيني من الله عز وجل، قوله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس بما كسبت رهينة، هذه آية، إلا أصحاب اليمين الآية الثانية في جنات يتساءلون الآية الثانية. سنقف مع الجزء الأول، الآية الأولى كل نفس بما كسبت رهينة. النص القرآني هذا اللي هو كل نفس بما كسبت رهينة يؤكد لنا المعلومة التالية: أولاً أن المسؤولية فردية أمام الله عز وجل، كل واحد مسؤول على نفسه، وكل واحد سيجمع لنفسه أو يجمع على نفسه، ما فهمتش واحد غادي يكون تبع أخباره ولا تبع أمره، ما فهمتش واحد غادي يكون تبع لولاده، ما فهمتش واحد غادي يكون تبع للدولة اللي تبعها ولا يعني الرئيس الجمعية ولا كذا، كل واحد غادي يكون مسؤول على نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة. لأن المسؤولية فردية والنتيجة عادية. جبت شي حاجة مزيانة راهي ديالك، جبت شي حاجة مليحة راهي ديالك، والنتيجة عادلة. ولهذا الآية تقولنا وحنا الآن على قيد الحياة، نتكلم عن أحياء مش عن أموات، أن العمل والتخطيط للنجاة في الدنيا وفي الآخرة أهم مشروع شخصي لكل إنسان. أحسن حاجة ضيع فيها وقتك وتستثمر فيها مالك وتستثمر فيها قولك وأفعالك هو الاهتمام بنفسك حتى تكون ناجحا وتستطيع أنك تنجح أمام الله عز وجل. وفي هذا يقول الله عز وجل في الآية الثانية: قد جاءكم بصائر من ربكم. ما معنى بصائر؟ يعني آيات وأحكام وشرائع جاءت في القرآن الكريم، هذه بصائر جاءت لتبين لكم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلي. يعني اللي حاب يتبع القرآن ويتبع نجاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنفسه، واللي ما حاب يتبعه فعلى نفسه شغله. الإنسان اللي هو أنت وأنا، وهو المقصود بالنفس في القرآن في معظم الآيات، لما يقول النفس كل نفس أي كل إنسان، النفس إذا أطلقت قصد بها الإنسان، وإذا جاءت مع الروح قصد بها شيء آخر، لكن إذا ذكرت وحدها المقصود بها الإنسان. كل إنسان يعلم ما إذا كان على حق أو على باطل، يعلم إذا كان صادقا أو كاذبا، يعلم إذا كان مخلصا أو منحرفا أو خائنا، يعلم كل شيء عن نفسه. ما يمكنش يقدر يقول أنا ما أعرفش، بل الإنسان على نفسه بصير. وخد ورسكوز ولو ألقى معاذيره وخد ور يعني الأعذار، لن تستطيع، لأن نفسك أعلم بك وأنت أعلم بنفسك والله أعلم بها منك.
والبصيرة في القرآن بل الإنسان على نفسه بصيرة معناها الوضوح والحجة، يعني ما عنده يتخبى. فالإنسان حجة لنفسه أو على نفسه فمعتقها أو مبقها، هذا معنى كل نفس بما كسبت رهينة. ولهذا لما يقول كل نفس يقصد به الناس يعني يقصد به أنت. لذلك قال الله عز وجل كل نفس ضائقة الموت ثم إلينا ترجعون. آية أخرى كل نفس ضائقة الموت ونبلوكم أرش بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والآية الثالثة كل نفس ضائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع. هذه الآية شو تقول؟ تقول لك أنت مهمتك أن تنجح في الاختبار ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. المهمة ديالك خاصك تنجح، إذا فشلتي مشيتي فيها، لأن العودة إلى الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت، كلمة كسبت راح حتى واحد يقدر يعطي لك يعني الثقل اللي على راسه، وانت حتى واحد يقدر يهزمك. إذا درتي شي حاجة لنفسك راه هزمت روحك. أما باش تقول شي واحد يعطيك ديالو ما يقدرش، أو أنت تعطي شي واحد ما تقدرش. ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل بالعكس انت غادي تدافع على نفسك بعملك او تتحطم قدام ربي بعملك. يوم تاتي كل نفس تجاهد عن نفسها وتوفى كل نفس ماذا عملت وهم لا يظلمون. ولهذا القران ايضا يؤكد ان المسؤوليه فرضيه، لا ريسبونسابيلتي لا تجلبها، المسؤوليه فرضيه. فيقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره لكن لم تحملش بك وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. بعد قليل عند صلاه الجنازه شخص كان يعيش منكم كان عنده غبن عنده طموح، الان ذهب ولم يدخل معه شيء. وتركتم ما خولناكم من مال وازواج وابناء وبنات وبيوت واملاك ومشاكل تركتموه وراءكم وذهبتم وحدكم بعملكم الى الله تبارك وتعالى. كل نفس بما كسبت رهينه. الرهن مشعر بالاخذ بالشده والقوه، ولذلك نقول الاسير رهين، اسير الحرب يعتبر رهينا. الضرب رهونة لانك اذا ما تخلصش الكريد ديالك تقدر يدوها لك، فكذلك نفسك مرهونه اذا ما تخلصش نفسك عملك تفلت من قدام الله تبارك وتعالى. ولهذا القران الكريم لاهميه المسؤوليه الفرديه، الاهميه ديال هذه المسؤوليه، كل واحد مسؤول على نفسه. القران جاب اكثر من 10 ايات في القران يبينوا هذا المعنى. فقال سبحانه عز وجل مع الآية اللي ذكرناها كل نفس ما كسب رهينة، قال فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من شكر فإنما يشكر لنفسه، فمن نكث أي يعني خان العهد وخالف الوعد فإنما يمكث على نفسه، من يبخل يحرم نفسه يحرم غيره ولا يعمل والو فإنما يبخل عن نفسه، ومن يكسب خطيئة ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أما اللي يكسب إثما ويتهبى الآخر هذه مصيبة، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليه حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. تعمل مصيبة واتهم بها غيرك عاد تعاقب مرتين، تعاقب بأنك اتهمت الآخر وتعاقب بأنك كذبت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل الناس يغدو فبائع نفسه
ومعتقها او مبيقها. كل واحد فينا في الصباح ملي كيخرج الدار ديالو او في العشيه ملي كيخرج الدار ديالو ويدخل الدار ديالو، فاما انك انت ديك الحركه اللي كتعمل وانت ماشي، ولا ديك الهضره اللي كتقولها وانت كتكلم، ولا اي حاجه عملتها، فانت اما انك كتبيع نفسك، انت كتبيع نفسك في كلا الامرين، انت بائع نفسك. ولكن ديك البيع اللي بيعوا، اما انك غادي تعمل باش تعتقها مما رهنت به، اي تدخلها في رحمة الله. وهذا هو قول الله عز وجل الا اصحاب اليمين، هذا سنتكلم عليهم في خطبه اخرى ان شاء الله مره اخرى اذا اخطا الله. اذن كل نفس يعني فبائع نفسها، يعني يغدو يخرج في الصباح فبائع نفسه، فمعتقها أن يكون أصحاب اليمين سنتكلم عن الموضوع، أو مبيقها إذا هو خالف المنهج واتخذ تبع هواه وأهلك نفسه. ولذلك الله عز وجل يوم القيامة عادي، يوم القيامة أمر واضح أخواتنا الكرام، أخواتنا الكرام، يقول ربي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا يعطيك الله نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بما حسب. بل أكثر من ذلك، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أما أنك إذا عملت حاجة مزيانة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا. إذا إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذا الموضوع حساس ومهم جدا، فلتلمسه على نفسك، راح ينفعك حتى واحد، لا ربك لا عمك لا ولدك لا مراتك لا جارك لا دولتك، راه والله ما ينفعك على نفسك. إذا عملت شي حاجة غتكلمها لنفسك، وإذا ما عملت شي حاجة غتكلمها ضد نفسك. لذلك أهم مشروع هو تهتم بنفسك. ولذلك ربي يقول: ومن الناس من يشري، أي من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف. إذا بيع نفسك لله عز وجل. الإنسان هو الذي يعمل على شراء نفسه ويبذل الجهد في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ما تقدرش تشري نفسك إلا إذا تبعت رسول الله. لذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا اللي مرماش، إلا من أبى. الصحابة تعجبوا قالوا: شكون هذا يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني أنت إذا تخالف النبي يعني أنك تريد أن تهلك نفسك، أما إذا تبعته فأنك تريد أن تهلك نفسك. ولهذا نختم بهذه الآية: أدعو الجميع لتدبرها بالعربي والفرنسي كما ستسمعها. الله عز وجل أرسل إنذار خطير جدا، اسمعوا هذا الإنذار: فكيف تتقون، فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا. كيف الإنسان يعيش ترانكين ويضحك ويذهب عباد الله ويظلم عباد الله ويخالف رسول الله، هو عارف رسول الله يلتقى قدام الله عز وجل واحد النهار غادي يوقف وجه قدام ربي تبارك وتعالى، وجها لوجه مع الله عز وجل. هذا النهار، هذا السماء والارض لو ربي كشف لهم هذا اليوم يذوبوا. فكيف بك انت اللي كتصوروا قدام الصلاه؟ لا، خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ها؟ يوم يجعل الولدان الطفل الصغير يشوف ديك النهار يشيب، يشيب نهاره شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا. السلام عليكم.